بسم الله والصلاة والسلام على نبي الهدى سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام في فيديو جديد في قناتكم التعليمية أبو دنيا الإلكترونيك. اليوم إن شاء الله معنا الرسيفر ده رسيفر اتش دي ميني، طبعا جاي لي بنفس الشكل كده، جاي من عند فني. فيه مشكلة زي ما واضح من حضراتكم، متوقف على كلمة لود. هنبدأ نشوف مشكلة الرسيفر، نحاول نعالج المشكلة دي. تابعوا معنا بعد الفاصل. المشكلة اللي موجودة في الرسيفر دي معايا يعني بتيجي من سببين رئيسيين، وخاصة الأجهزة اللي فيها اي سي إشارة الصغير ده اللي موجود عند حضراتكم هنا، ده الاي سي دي. ف السبب الاولاني بيكون من الاي سي اللي موجوده عندي دي، اي سي الاشاره دي. السبب الثاني ان هو يبقى سوفت وير. فهنا هنحاول نشوف المشكله ونتبع العطل معانا. تابعوا معانا. اول شيء هعمله هبدا ارفع اي سي الاشاره ده وهشوف المشكله اتحلت معايا، هستبدل الاي سي. ما اتحلتش بقى هنشوف المشكله الثانيه الا وهي السوفت وير. فهنا اول مرحله هروح ارفع اي سي الاشاره اللي موجوده عندي ده بالهوت اير. كده ممكن نوصل البورده، بردت شويه نوصل كده ونشوف كده على وضع كلمة لود. شوف الجهاز هيحمل معايا ولا مش هيحمل. هنا ما اظنش ان الجهاز هيشتغل بعد الوقت ده. كده المشكلة عندي ما اصبحتش في اي سي الاشارة. المشكلة كده هنستبعد اي سي الاشارة ده، لان كده الجهاز واقف على نفس الوضع على كلمة لود. فهنروح للمرحلة التانية ونشوف هي مشكلة سوفت وير ولا في مشكلة تالتة. طبعا معنا هرجع الاي سي مكانه. طب انا دلوقتي زي ما واضح امام حضراتكم الجهاز جاي لي من غير الوش او الظهر اللي موجود معاه، مفيش اي اسم موجود عليه ولا اي شيء ولا اي حاجه تدل على موديل الريسيفر. فهنا علشان انزل سوفت وير للريسيفر ده هشوف رقم البورده عندي، وهبدا برقم البورده واروح انزل سوفت وير. فرقم البورده موجود هنا، كل جهاز هتلاقي لي رقم بورده. فأهم شيء عندنا رقم البورده، ده اللي هيساعدني ان انا انزل السوفت وير. فرقم البورده موجود هنا اهو اللي واضح امام حضراتكم، هو الرقم ده كده اهو. ده رقم البورده عندي، هاخد الرقم ده كامل كده اللي هو الرقم الموجود عند حضراتكم ده، وادخل على الانترنت وهبدا ابحث على السوفت وير برقم البورده واحاول انزل السوفت وير. فهنا سوفت وير اما هنزله بطريقتين، وفي كذا طريقه، بس في طريقه اسهل ان انا هاخد سوفت وير وانزله واحطه على فلاشه وبعد كده اسميه بكلمه روم. طبعا ببقى مفرمط الفلاشه واسمي السوفت بكلمه روم، وبعد كده بركبه في الريسيفر واركب البار للريسيفر، بيبدا الجهاز يسحب معايا السوفت وير. المرحله الثانيه ان انا هخلع اي سي الفلاش اللي موجود هنا ده وهركبه في المبرمجة وهبدأ انزل السوفت وير عن طريق المبرمجة.
انا ركبت الاي سي في المبرمجه زي ما واضح امام حضراتكم كده، هروح لجهاز الكمبيوتر. هنبدأ أول شيء أعمله بعد ما ركبت أي سي في المبرمجة، هبدأ أعمل جراية للأي سي، قراءة الأي سي كده. الجهاز كده طالما اداني أوكي كده، المبرمجة ادتني أوكي، معنى كده إن هو جرى الفلاش. الفلاش رقمها 25Q32 زي ما واضح أمام حضراتكم. المرحلة اللي بعد كده أعمل عملية ريد، قراءة تاني علشان يجرى لي الفلاش اللي موجودة عندي على الجهاز على أي سي الفلاش، وابدا احفظها عندي. كده والمفروض كده تم قراءه السوفت وير الموجود على اي سي الفلاش. هنعمل له حفظ. الريسيفر ده كان المفروض انه تايجر، زي ما بحثنا عنه برقم البورده ظهر باسم تايجر X2. احفظ السوفت وير اللي عندي ده، ربما احتاجه بعد كده تاني. هنروح لعندي في قول سيف هنا، بعد كده هروح افتح اشوف السوفت وير اللي انا نزلته الجديد. انا نزله على سطح المكتب. ادي ده ملف السوفت وير اللي انا نزلته، اختاره. بعد كده هضغط على رايت كتابة وهنتظر لغاية ما تنتهي الكتابة ويديني كلمة اوكي. كده حاليا بيعمل مسح الفلاش القديم، بعد كده يبدأ يكتب الفلاش الجديد. ده طبعا تمرير السوفت وير عن طريق المبرمجة. في كذا طريقة ممكن نمرر السوفت وير عن طريقها، ان انا استخدم كابل RS-32، او ان انا احط ملف السوفت وير اللي انا نزلته على فلاشه واسميه باسم روم، وبعد كده احط الفلاشه في الريسيفر. دي اسهل طريقه، ساعات ما بيقبلش معانا فبضطر ان انا اشتغل عن طريق المبرمجه هنا. فعشان كده انا حاليا اشتغلت بالمبرمجه على طول. هنا زي ما واضح كده اداني اوكي، كده تم كتابه الفلاشه بنجاح. هروح لركب الفلاشه في الريسيفر. تابعوا معانا. شغله على كلمة لود، هننتظر ونشوف. المفروض يكون الجهاز اشتغل معايا دلوقتي. اشتغل اهو، الجهاز اشتغل وجاب ارقام تمام. نروح نجرب الجهاز على الشاشة ونشوف النتيجة، نشوف في اشارة ولا ايه الوضع معانا برضو. وكده الجهاز اشتغل تمام. اصبحت المشكلة عندنا سوفت وير، فهنا زي ما وضحنا لحضراتكم المشكلة دي يا اما تيجي من اي سي الاشارة ده، عادة الاي سي الصغير ده مش الكبير هو بيعمل المشكلة دي، او السوفت وير زي ما كان واضح امام حضراتكم كده. وصلت الريسيفر زي ما واضح امام حضراتكم، الجهاز اشتغل اهو، باوت معايا وحمل. هنشوف كده هغير بالريموت ونشوف في اشاره ولا لا. هنا الريسيفر اشتغل اشاره زي ما واضح امام حضراتكم كده، الجهاز اشتغل اشاره زي ما واضح كده امام حضراتكم. انا مش عايز اجيب صوره عشان حقوق الملكيه، بس لو سبت كده السلك ده كده اهو الجهاز هيقطع اشاره معايا. وزي ما شفت حضراتكم دي كانت مشكلة الريسيفر وعالجناها، والريسيفر اشتغل تمام. وان شاء الله بإذن الله انتظرونا في فيديو جديد. اي حد من اخواننا عنده تعليق او استفسار ياتوا اتركوا اسفل الفيديو. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.